يكون متواجدا في فصل الصيف. كما التقيت أيضا مدرب اليابان السيد وحيد خاليلودزيتش المدرب السابق للمنتخب الجزائري، والذي كان كعادته في التنظيم الياباني دائما محاطا، لا يتحدث كثيرا، لكنه تحدث لي عن المنتخب الغائب، عن المنتخب الجزائري، وقال بأنه يتلقى بين 6 إلى 10 اتصالات يوميا من الجزائر تطالبه بالعودة، رغم أننا كلنا طبعا نعرف بأن هناك مدرب معين لمنتخب الجزائر والذي نتمنى له التوفيق في مهمته. طبعا لا. أبرز المدربين الذين التقيتهم هو سيد نبيل معلول مدرب منتخب تونس، والذي تحدثنا مطولا، والذي أبدى لي أيضا عاد تقريبا نفس الشيء، تلك الرغبة في المنتخبات التي تحدث عنها قبل قليل، لكنه أبدى أيضا رغبة أخرى وهي تفادي منتخب روسيا، ليس لأنه يخشاه، لكنه لا يود أن يلعب في الأيام الأولى للمونديال والتي ستتزامن مع الأيام الأخيرة لشهر رمضان المبارك، وكذلك لعيد الفطر.